60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. تحياتي أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 77 من العام 2017. هذه الحلقة مخصصة لموضوع واحد، هو موضوع الساعة، موضوع القرار في كردستان العراق الذي بدأ تنفيذه اليوم بالاستفتاء على الانفصال. وهذا الموضوع سبق وعرجت عليه في عدد من الحلقات السابقة بمحطات مختلفة ومن زوايا مختلفة استباقا لموعد الاستفتاء. اليوم سنتحدث بلغة أخرى، اليوم بات بإمكاننا أن نضع كل شيء على الطاولة، طالما أن قيادة إقليم كردستان قد ذهبت إلى خيار الاستفتاء رغم كل التحذيرات ورغم كل النصائح ورغم كل المعطيات والوقائع. اليوم سوف نتحدث بالصراحة الكاملة عن الخلفيات، عن الأبعاد، عن المعاني، عن المترتبات وعن النتائج وعن الموقف. ولكن قبل أريد أن أقول للكثيرين من الذين استخلصوا أو استنتجوا من مقارباتي السابقة قدرا من الإحباط أو الخوف أو القلق أو الذعر أو الشعور بأن الانتصار يجري إسقاطه أو تجري سرقته أو أن الخطر بات أكثر شدة وحضور، أقول لهم كنا نتحدث بلغة تستدعيها مرحلة ما قبل الاستفتاء، كنا نخاطب بطريقة تريد أن تؤسس للمرحلة القادمة، لأننا نثق بأنه داخل أكراد العراق، نثق ونعلم، وداخل أكراد سوريا من يرفضون هذه اللعبة القذرة ومن يتمسكون بأن يكون هناك على الأقل عيش سلمي مع العرب ومع دول الجوار وبصورة خاصة مع قوى محور المقاومة. ولأن خطابنا له تأثيره وهناك من يتابع ويستمع ويبني على ما يسمع، فقد كنا معنيين بأن نتحدث بلغة أخوية وأن نتحدث بلغة تحذيرية وأن نكشف المخاطر وأن نكشف الرهان الأمريكي على هذه اللعبة وأن نكشف التخطيط الإسرائيلي والتشجيع الإسرائيلي وراء هذه اللعبة. لكن اليوم سنضع النقاط على الحروف كما هي، وعندما نصل إلى الاستنتاج هل أن هذا يهدد بخطر ضياع الانتصارات سوف نقول الكلمات المناسبة. وسلفا أقول لكم هذا لا يغير شيئا في مشهد المنطقة، فلا يقيمن أحد حسابا لخطر فوضى ستعم أو لحروب ستستنزف قوى المقاومة. كل شيء كان محسوبا، كل شيء كان متوقعا، كل المخاطر كانت على الطاولة وقد جرى الاحتياط لها والتحسب لها والتصرف معها بطريقة استباقية. فكونوا على ثقة أن محور المقاومة المنتصر سينتقل إلى انتصارات قادمة، وأن كل افتعال وكل مناورة وكل خطة تفاجئنا تعني أننا مخطئون، ولأننا لم نخطئ فنحن لم نتفاجأ. بل أكثر من ذلك، إن من يدقق في معنى الاهتمام الروسي والإيراني الاستثنائي طوال 7 سنوات من عمر الحرب على سوريا التي لعبت تركيا فيها دورا قذرا وكانت رأس الحرب والملاذ والقاعدة ونقطة الانطلاق، كان الاهتمام الروسي الإيراني يتصرف بطريقة الشد والجذب والضغط عندما يكون الموقف يستدعي ذلك، والمرونة والانفتاح ومنح الفرص عندما يكون الموقف يتيح ذلك. والسبب هو توقع هذا الموضوع، هذا الملف،
هذه المناورة الأمريكية هذا الاستخدام للعنوان الكردي، لأن الجهة الأشد تضررا، الجهة التي ستمس وجوديا من نشوء دولة كردية هي تركيا، الجهة التي تعرف معنى هذه الولادة بانعكاسها على بنيتها الاجتماعية والسياسية والدستورية والأمنية، تعرف أنها أول من سيدفع الثمن هي تركيا، ولذلك كان الباب مفتوحا دائما لتركيا لمنحها فرص وأدوار وعدم محاسبتها على التاريخ وعلى الأذى وعلى العبث، لأنها هي من سيتولى مهمة التصدي الأول، وإذا لم تتولى مهمة التصدي الأول فستكون كردستان امتداد جغرافي لتركيا، يعني رح يكون عندنا لسان أطول للناتو لكن لسان مشلول. أما إذا أقدمت تركيا على حماية ذاتها، وهي يبدو أنها قد بدأت، واليوم تصريحات أردوغان تتحدث عن وقف تصدير النفط من كردستان، وتتحدث عن استعمال القوة العسكرية إذا اقتضى الأمر، وتقول إن نشوء دولة إرهابية لن يمر مرور الكرام، وسوف نرى كيف سيبيع الأكراد نفطهم. من يتابع هذه اللغة يعلم، ومن يعلم بالمعلومات ماذا جرى في اجتماع نيويورك بين وزراء الخارجية العراقي والتركي والإيراني يتيقن من أن المواجهة القادمة ستكون كردية تركية، يعني قوى محور المقاومة التي قاتلت لنصر سوريا ولإسقاط مشروع الحرب على سوريا وللتفرغ لمواجهة إسرائيل بعد سوريا لن تتأثر، هي ماضية فيما هي ماضية إليه، حساباتها هي حساباتها، وإذا استدعى منها الأمر قدرا أعلى من الجهوزية فهي لها. الآن سأبدأ بالنقطة الأولى، عن ماذا نتحدث بموضوع كردستان؟ النقطة الأولى ردا على كثيرين من موقع أخلاقي وسياسي وإنساني وقانوني يتحدثون كيف ترفضون حق تقرير المصير لشعب أو لأقلية قومية تملك المقومات التي تسمح لها بتقرير المصير، ويتحدثون عن حق الاستقلال. أنا أريد أن أضع بين أيديكم هنا مجموعة من الحقائق والوقائع، منعا لذر الرماد في العيون، منعا للفوضى الفكرية، منعا للنقاش الديماغوجي، يعني الذي يستعمل كلمات في غير مواقعها فقط للهراء للإشغال للإيحاء بأنه يتكلم بلغة صحيحة ومنطقية، وحتى لو كان هذا الذي يتكلم حسن النية يعني مضلل وليس مضللا. عندما نتحدث عن مقارنة ما، أدعوكم إلى التساؤل، هل وضع كردستان مع العراق يشبه وضع كتالونيا مع إسبانيا أو اسكتلندا مع بريطانيا؟ لأن هذين المثلين كثر الحديث عنهما في هذه الأيام، كتالونيا جزء من إسبانيا، اسكتلندا جزء من بريطانيا، فيهما تيارات تدعو للانفصال للاستقلال، وتجريان استفتاءات حول الاستقلال. بكتالونيا نتائج الاستفتاء إيجابية يعني تؤيد الاستقلال، بإسكتلندا كانت النتائج سلبية يعني تعارض الاستقلال. عن شو عم نحكي هون؟ عم نحكي عن مجموعتين بشريتين، يعني كتالونيا وإسكتلندا ليس لها برلمانها الذي يصدر تشريعات منفصلة عن تشريعات الدولة الأم، ولا حكومتها التي تصدر قرارات منفصلة عن قرارات الدولة الأم، ولا موازنتها المستقلة، لها جزء من موازنة مستقلة، المجلس البلدي عنده موازنة مستقلة، أما القطع الكامل مع موازنة الدولة الأم فهو غير قائم، جماركها، المطارات، سكك الحديد، الكهرباء، الهاتف، كله مرتبط. لا يشبه وضع كردستان مع العراق إلا وضع بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي أو وضع فرنسا مع الاتحاد الأوروبي. نحن أمام دولة كاملة في كردستان، رئيس، حكومة، برلمان، جيش تبهوا، جيش. الجيش العراقي لا يستطيع ولا يمكن له أن يدخل ويتخذ قاعدة في أرض كردستان. حتى أثناء الحرب مؤخرا ده معركة تحرير الحويجة، يستأذن الجيش العراقي من البشمركة كي يمر عبر جنوب كركوك باتجاه الحويجة، يعني مثل ما الجيش التركي إذا بده يفوت على العراق والإيامي قامت لأنه ما استأذن، يعني لو فعل الجيش العراقي الشيء نفسه أنه ما استأذن وفات قامت الإيامي على أساس عم يفوت على دولة أجنبية. مال النفط
ولا قرش بفوت على الموازنة العراقية مما تبيعه كردستان من نفط العراق. فوق هيك المناطق المتنازع عليها استغل إقليم كردستان يعني مسعود البرزاني فرصة الحرب على داعش لحتى يحط إيده عليها فاحتلها احتلالا، وهو الآن يستغل الاستفتاء بذريعة الاستفتاء ليضمها لإقليم كردستان. بدنا نسأل شو هو الاستقلال الذي يريده مسعود البرزاني لإقليم كردستان؟ هو فك التشابك مع الاتحاد، يعني مثل ما بريطانيا هلأ عم بتفاوض على فك التشابك، عملت استفتاء لحتى تفاوض على فك التشابك مع الاتحاد الأوروبي، هو عم بيقول بدي أعمل استفتاء لفك التشابك بيني وبين العراق في الاتحاد الفيدرالي الذي يربطنا. أولا بالاتحاد الأوروبي ونظامه كل دولة تعمل استفتاء على الانضمام أو على الانسحاب. بالنظام العراقي ما بحق له الإقليم يعمل استفتاء بدون التنسيق مع حكومة العراق، يعني بدون تنسيق الاتحادي. اثنين، أنت عشو بدك تفاوض؟ ليش هلأ أنت عشو عم تاخد التفويض؟ يعني أنت عم تستفتي الناس على ماذا؟ أن نستقل يعني أن يكون لنا جيشنا لكم جيشكم، أن يكون لنا برلماننا الذي يشرع وحده وتشريعاته وحده تسري في كردستان عندكم، هي حكومتنا وحكومتكم وحدها تصدر القرارات وتنفذ في كردستان عندكم، هي جيشنا وجيشنا وحده ينتشر أمنيا وعسكريا في كردستان عندكم، هي مطاراتنا ونشغلها وحدنا، هي ملك للحكومة الفيدرالية بس مين بيشغلها ومين بياخد عائداتها؟ الجمارك مين بيشغلها؟ مين بياخد عائداتها؟ مين حاطط نقاطها؟ الأكراد. النفط مين بيبيعه ومين بيقبض حقه؟ الأكراد. طيب شو إلى حكومة بغداد في كردستان؟ ولا شيء. بتأمن الكهرباء وما ما بتاخد حقها، بتشغل الشبكات المشتركة، على فكرة شبكات الخليوي في كردستان مستقلة، الشبكات العراقية ممكن أن تستعمل جزءا من البنية التحتية لشبكات كردستان مثل رومينج يعني إذا بتشتغل في برا. أما والتقاص كردستان ما بتدفع، ما بتدفع لبغداد شيء. بتاخد رواتب بالجامعات؟ ايه بتاخد رواتب بالجامعات. هلا عشو بدها تفاوض هي؟ يعني لما بيقول بدي استقلال، شو بده مسعود البرزاني؟ بده يفك عن بغداد الاتحاد، شو مترتب عليه من الاتحاد؟ حتى دبلوماسيا كل السفارات المهمة والكبرى لها قنصليات في كردستان، وقنصليات بمهام سياسية مش بس اقتصادية. إذن ماذا يريد؟ لما بيقول أنا بدي الاستقلال، هو شو اللي بده يخلص منه من رابط مع بغداد؟ ولا شيء. ولا رابط مع بغداد مضر بالنسبة لمصالح الإقليم، العكس، هو شريك الغنم وبغداد شريك الغرم. طيب فإذا ليش؟ سؤال حقيقي. فك الرابط الاتحادي مع بغداد هو ذريعة مش هدف، هو تنازل أنا رأيي يقدمه البرزاني، هو عم يتخلى عن مكاسب بفك الاتحاد من أجل مكاسب أهم. شو هي المكاسب الأهم؟ رح نحكي الأمور مثل ما قلنا بصراحة. أولا لمن لا يعلم، طوال أكثر من 10 سنوات، عم بحطاط أنا هي 12 سنة بس عم قول طوال أكثر من 10 سنوات، يعني من سنة 2005 وإقليم كردستان يسيطر على نفط كركوك، ببيع بين 800,000 والمليون و200,000 برميل يوميا عبر تركيا. عائدات هذا النفط لا يدخل منها قرش واحد إلى الخزينة العراقية. والمفاجأة اللي راح تشوفوها انه حتى الى الموازنة الكردستانية، برلمان كردستان معلق من سنتين لان النواب طالبوا بكشف حساب النفط، علق البرلمان مسعود البرزاني في 200 مليار دولار او 230 مليار دولار مبالغ دخلت الى جيب البرزاني ولم يطلع عليها على الاطلاق، لا تدفع منها رواتب ولا يغطى منها نفقات للدولة، للدولة العراقية أو لإقليم كردستان، ولا حكومة من الحكومتين تملك قرشا من عائدات هذا النفط. شو بيحب مسعود البرزاني يعمل لمؤسساته، لأولاده، لقصوره، لا 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 ثروته الخاصة؟ هو يتصرف بهذا المال ويقول هذا أمانة. أمام من سوف يؤدي كشف حساب هذه الأمانة؟ إذا تم الاستفتاء على الانفصال هذا دفتر
مغلق مع بغداد يستطيع أن يتهرب منه في كردستان، وبموجب الانفصال السلبي يعني القائم على عدم الرضا بناء على أنه ما بدكم تفاوضونا على الانفصال، طيب كل شيء مرهون بأنه تفاوضونا لنحكي، ولما بنحكي هو رح يقول أنه هول ديون هلا ما معنى نسدكم إياهم، إلكم علينا، تعالوا لنتفاهم قديش إلكم، شو بيطلع لكم. الأهم والأخطر أنه باسم الاستفتاء هو استولى على كركوك. شو يعني استولى على كركوك؟ غير موضوع الجغرافيا والمناطق الديموغرافية المتداخلة، أنه بكركوك عنا يعني أكراد وغير أكراد وعرب وتركمان، والأهم مش هون، أنه مصدر النفط الأساسي هو كركوك. أي تفاوض لانفصال ودي قائم على التراضي بده يطلع له نص نفط كركوك، يعني بده يكون نصه لكردستان إذا تم القبول بأنه لكردستان جزء من كركوك. هذا علما، رح نحكي تاريخ وجغرافيا. هذا علما أنه في محطتين مهمتين، المحطة الأولى باتفاقية عام 70 التي وقعها أبو لمسعود البرزاني يعني مصطفى البرزاني، حدود كردستان ما فيها شيء من محافظة كركوك، مش من المدينة، من المحافظة كلها، وهذا موقع عليه من الأكراد بأن حدود كردستان كركوك ليست جزءا منها على الإطلاق. هذا مستند دستوري. المستند الثاني هو سنة 91-92 لما الأمريكان عملوا منطقة حظر جوي اللي استثنوا فيها كردستان من حق استخدام الطيران التابع للحكومة العراقية آنذاك، يعني للنظام السابق، وهذا خط الحظر الجوي لا يشمل محافظة كركوك. يعني الحكومة العراقية لديها كل الأسباب كي لا تقبل أي مشاركة كردية في كركوك، وتقول أن المواطنين الأكراد بكركوك مثل ما في مواطنين عرب بكردستان بأربيل وبالسليمانية لهم حقوق مدنية كاملة وحقوق سياسية إذا رغبوا كمواطنين في هذه الدولة. بيقدر هلأ مسعود البرزاني يقول أنا بدي أعطي مقعد للعرب بالبرلمان الكردي، وهو يبشر بهذا، عم بيقول دولة فدرالية مدنية، وبدو يعطي مقعد للتركمان ومقعد للأزيديين ومقعد للكذا، وممكن بالحكومة بكرة يمثلهم بوزير واحد فيها الحكومة العراقية تمثل الأكراد اللي بكركوك والأكراد اللي ببغداد بمقعد بمقعدين نيابيين وممكن بمقعد وزاري. هذا ما له علاقة، يعني الدول القومية ليست نقية قوميا انه والله ممنوع يكون فيها حدا من قومية تاني، ممكن يكون وتعطيه ميزات وتعطيه اعتراف بخصوصية مثل ما كنا عم نحكي عن الوضع بسوريا. وبالتالي بهذا المعنى الأكراد في كركوك ليسوا ذريعة للقول أن كركوك جزء من كردستان، فبتقدر الحكومة العراقية أن تكون دقيقة دستوريا وتاريخيا وجغرافيا ولا تقبل شبر من كركوك يتبع لكردستان. شو بيطلع له يعني ساعتها مسعود البرزاني؟ صفر بترول، بينما هلا هو مستولي على النفط. وأي تفاهم رضائي كان ممكن يتم الآن إذا ما بيروع على الانفصال، شو هو؟ أنه يا خي طيب إلك النص، لا بدي 60 لا 70، يعني قد تتسامح وتتساهل الحكومة العراقية بجزء من حقها المشروع فقط لتحفظ وحدة العراق، مثل ما هلأ هي أصلا نظام الاتحادي عطيها سلطات منها المطارات منها الجامعات منها الحدود، الحدود معابر الحدود للدولة العراقية. الجيش العراقي له حق الانتشار الطبيعي، متنازل عن هذا لحتى انه هيك كردستان تبقى راضية، وإلا بتبطل. لما تبطل كردستان يا خي تنازلوا لا تنازلوا لا تنازلوا لا عم ياخذ النفط البرزاني ويسرقوا، تنازلوا له كل النفط مش نسبة منه يا خي ماشي الحال. هو يعلم انه اذا بده يكرس صيغة التفاهم الرضائي عن نظام الاتحادي هذا ما بيكمل، واذا بده يكرس صيغة الانفصال الرضائي كمان هذا ما بيكمل. يعني هو بالحالتين، بحالة الانفصال الرضائي ممكن يخسر كل كركوك وبالتالي كل ضفتها، وممكن بأحسن الأحوال الكرم من حكومة بغداد يطلع له النص، وبحال العودة الرضائية إلى الاتحاد الفيدرالي والقول نعم نحن صافي يا لبن وحلينا المشاكل، لن يتم التغاضي عن الذي مضى، لأنه في 10-12 سنة بده يقدم كشف حساب فيهن الحكومة المركزية في بغداد، يعني الخزينة العامة إلها من هال 230 مليار دولار على الأقل 130 100، وإذا هلأ بدها تكمل بدها تكمل على هالأساس. هو راح على الخيار اللي بيضمن له كل نفط كركوك وطي صفحة الحساب الماضي. هذا سبب كافي ولا مش كافي؟
فكروا فيها، فكروا بأنه هذا الإعلام 230 مليار أمام برلمان كردستان طواهم باسم الانفصال. هلا صفرنا وبلشنا دستور جديد وبرلمان جديد وحكومة جديدة وانتخابات جديدة ورئاسة جديدة. الماضي مضى مع الحكومة الاتحادية ضب المصريات، مع حكومة بغداد يا خي انتم قبلتوا الانفصال ومش قابلين تفاوضونا، تعوا فاوضونا لنحكي بكل شيء، ما بتفاوضونا راح كل شيء. فطرق المصريات اللي راحوا ومعهم وما حدا يقول لي 230 مليار دولار ابي حرزوش هالقصة، يعني بتوقيت ولا ألأم ولا أخبث انه العراق بعده بذروة الحرب على داعش، بعده ما تعافى البلد. انت شقيق، انت اخ، انت ابن بلد، بهيك لحظة بتاخد العراق على محل هلا بدي افصل؟ يعني مثل اخوة توفى ابوهم وبعد ما دفنوا البي واجا واحد يقول اعطوني حصة من الميراث؟ في انذل من هيك؟ في اكبر من هيك؟ في اخبث من هيك؟ في اوسخ من هيك؟ حاجة يطلعوا ناس يدافعوا لي عن الاستفتاء وانه حق الشعوب في تقرير مصيرها ويتشدقوا لي بكلام مش عارفين معناته. الاكراد حاصلون على استقلالهم، وسقف ما يربطهم ببغداد هو ما يربط حكومة بريطانيا بالاتحاد الاوروبي. هلا وهي حكومة بريطانيا عملت استفتاء لانه الدستور الاتحاد الاوروبي بيسمح لها تعمل استفتاء، ولانه الاوروبيين وافقوا على الاعتراف بنتائج الاستفتاء، ولما قررت بنتيجة الاستفتاء الخروج من الاتحاد قالت انا جاهزة ولا بتدفع مصاري، بدي ادفع 500 مليار يورو للاتحاد كرمال البقاء بالحصول على الميزات الايجابية التي يوفرها الانضمام للاتحاد. هاي المعايير، انت جاي شو تعمل؟ السيطرة على كركوك ونفط كركوك هذا احتلال، لا حدا يعمل له نظريات، هذا احتلال. وين هي القضية؟ ما في شيء تاني اصلا الحكومة العراقية ما في شيء تاني بيعنيها بقدر ما هي مسؤولة عن منع السيطرة او الاحتلال لكركوك. كركوك ونفطها هون خارج كردستان، واي مفاوضة عليهم بتتم بعد استردادهم. منشوف شو بنعمل. انفصلتوا عملتوا دولتكم، خلي الشعب الكردي يحاسبك. وانا بدي لكم ما مضطر حدا يعمل حرب ابدا 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 ابدا. هاي كردستان، هذه كردستان المحاطة بثلاثة حدود، حدودها مع العراق، لانه حتى اللي بيقول في حدود مع سوريا يعني تجاوزا شيء بسيط هيك تماس على الحدود التركية العراقية السورية مع كردستان، يعني ممر. الحدود الفعلية هي تركيا عراق إيران. طيب العراق مأمن كهرباء، والعراق مأمن المواد الغذائية، والعراق مأمن المتاجرة، والعراق مأمن ومأمن 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 الأجواء. هلا أجواء كردستان، طيارة اللي بتطلع من كردستان من سليمانية أو من أربيل وين بتمرق؟ بأجواء مين؟ بأجواء تركيا أغلقت، بأجواء إيران أغلقت، بأجواء العراق أغلقت. يعني الشعب الكردي شو حيطلع له من هذا الإنجاز العظيم للبرزاني؟ هذا سؤال. واللي هون بيقول إنه نحاصر وما نحاصر وما بيسوى وهذا لعب بالإنسانيات مش صحيح. هذا تبيان للشعب الكردي لنتيجة ما يقوم به مسعود البرزاني، عم يعزمكم على حفلة موت جماعي مش على شيء تاني. الذي أنتم فيه مستقلون، لغتكم، حكومتكم، برلمانكم، جيشكم، رئيسكم، علمكم، جماركم، كل مقومات الاستقلال عندكم إياه. باقي هالحبل هالخيط العنكبوت اللي بيربطكم ببغداد واللي انتم ربحانين منه، نفط كركوك عم تاخدوه وتبيعوه، كل اللي عم تقوله حكومة بغداد يا أخي تعوا نحكي بقسمة معينة بنسبة ما للخزينة العامة من هذا النفط، انه الرسمالة راح يطلع عليكم 30-40% منه بس مع مفعول رجعي. مفعول رجعي يعني بده يشيلهم من جيبته اذا مش صارفوا المسعود البرزاني، كرمال مسعود البرزاني ما يشيلهم من جيبته، وكرمال ينتش كل النفط تاع كركوك بالسلبطة باسم الاستفتاء، بده شعب كردستان يخسر ما يلي. اول شيء اربيل كتبت عنها مقالات انها صارت تنافس دبي بالسياحة وبالعمران وبالاستثمار وبالأوتيلات طيب معروف انه الاستثمار والتجارة والسياحة هي امن وثقة، بس تنتكس مرة لن تقوم لها قائمة.
شو راح يعمل هلا فيها مسعود البرزاني؟ فيها والسليمانية ستذبل وتصفر وتشحب وتسقط كأوراق الخريف. راح تصير الشقة اللي كان سعرها 500,000 دولار بأربيل ب50,000 دولار وما في من يشتري. راح تفت الاستثمارات، العالم حطت فلوسها وما راح تقدر تجني ثمرة. العقار سيهبط، السياحة ستموت، الصناعة ستذبل، هذا الموقع المتميز الاقتصادي لكردستان تخبزه بالعافية، هذا راح. البطالة ستتفشى. طيب الأهم، حكومة الإقليم أين بدها تصرف؟ يعني كانت معتمدة على رواتب تأتيها من حكومة بغداد اللي كانت تدفعهم حكومة بغداد. طيب أنت اليوم بدك تدفع الرواتب من عائدات النفط اللي هيك كنت مراهن. بيسألوا لمسعود البرزاني بيقولوا طولوا بالكم ما تستعجلوا، يعني هو مأمل أنه حكومة أنقرة لن توقف تمرير النفط وبيعه. وكتار شفتهم كاتبين يعني على الفيسبوك أنه هذا ما بيصير وهو اللي سماسرب بعضهم، وهذا هذا موضوع مش موضوع شخصي، هذا ما بيمون عليه أردوغان. الجيش اجتمعت هيئة أركانه والبلد قايمة قيامته بتركيا أنه اليوم بتبلش دولة أكراد العراق، بكرة دولة أكراد تركيا، لأنه المكانين الوحيدين اللذين يشكل فيهما الأكراد جزءا مكونا جغرافيا وتاريخيا هما العراق وتركيا. بسوريا وبإيران صلبطة، بسوريا وبإيران زعبرة، لا وجود. وأنا مسؤول عن كلامي، ما حدا هون كمان ما عاد فينا نساير، ما في شيء اسمه مسألة كردية في سوريا ولا في شيء اسمه مسألة كردية في تركيا. في نازحين أكراد، بكرة صارت عندكم دولة رجعوا عليها، بتحبوا تبقوا سوريين بتبقوا مواطنين سوريين بالمواصفات التي يعيش بها أي مواطن سوري آخر. حتى اللغة الكردية اللي كان متسامحة فيها الدولة السورية فيها تتراجع عنها، وليست حق مكتسب. بكفي زعبرة وبكفي صلبطة. نحن قلنا اليوم كلام غير امبارح، اليوم كلام مبني على أن الفرصة أعطيت، مبني على أن اللغة الطيبة أخذت وقتها، وإن كانت ستؤتي ثمارا كان بيّن. التصرف الذي تقوم به القيادة الكردية في سوريا ليس أحسن من تصرف قيادة العراق، الفرق ما عند المقدرات بس. أما اللي جاي عم يعمل لي انتخابات وعمل لي هيئة عليا للانتخابات وبده يعمل ما يشبه البرلمان وإلى آخره، ما في حل إلا الكي. بسوريا هذا موضوع محسوم على كل حال، يعني مش للنقاش أنه الدلال والغنج والدلع والهذا مش وارد بسوريا. قرار محور المقاومة قبل أن ينشأ موضوع استفتاء كردستان العراق لا خصوصية أمنية سياسية للأكراد في سوريا. هلأ على هوا المعاملة قديش بيكون التعامل إيجابي بينعطى مجال لخصوصية غير سياسية وغير أمنية، ما بيكون التعامل إيجابي ومبين أنه منه إيجابي ببلش ينزل السقف وبلش ينزل. ولما بتضطر الدولة السورية هي والحلفاء أن تكسر مشروع التقسيم بالقوة العسكرية طارت معه كل المكاسب التي كان يمكن أن تمنح كحوافز. هاي حوافز لحتى ما تلعب بوحدة سوريا، هاي حوافز لما تعمل خزمتش عند الأمريكان وتخرب بسوريا، هاي حوافز لتقتنع بأنه في بديل مجزي لحتى ما تروح تقامر وراء اللعبة التي يريد لك الأمريكي أن تغرق فيها. أما وقد قررت أن تقامر مع الأمريكي فتدفع الثمن معه، أما وقد قررت أن تعبث بوحدة سوريا فعليك أن تدفع ثمن هذا العبث، أما وقد قررت أن تعبث بأمن سوريا فعليك أن تتحمل نتائج هذا. هاي بالنسبة لسوريا وهي ليست موضوعنا، بس هذا قلنا هيك يعني لازم هالكلام ينحط بالبال وينحفظ منيح لأنه بلش الجد. مثل ما قلنا اليوم مع الاستفتاء مرحلة جديدة. الأكيد أن الإجراءات، هلا بدي أحكي معلومات، التي اتفق عليها الأتراك مع إيران ومع العراق بموافقة ومباركة ودعم من روسيا هي ثمرة قراءة إيرانية روسية عمرها 7 سنوات سوريا موافقة عليها، لكن سوريا الموافقة عليها لن تعترف بشرعية احتلال تركيا لأرضها. في فرق كبير بين الاثنين. سوريا لن تكون جزءا من أي تعاون روسي إيراني مع تركيا طالما هناك جندي تركي واحد على الأرض السورية. بس هذا ما بيعني معارضة سورية للحراك الإيراني والروسي باتجاه تركيا
لاحتوائها وتوظيفها في المسألة الكردية، في فرق. وإيران وروسيا دائما بأكدوا أن لا شرعية، بعد مبارح لافروف بوجه الأمريكان عم بيقولها أن أي حكومة لا تملك الحق في أن يكون لها جندي واحد على الأراضي السورية بدون موافقة الحكومة السورية. هذا موقف الحكومة السورية، يشكل بالنسبة لها أصل النظر للعلاقة مع تركيا، مش مبدئي ومنحطه على جناب. بالنسبة لإيران ولروسيا هو مبدئي، بالنسبة لسوريا هو أصل الموقف، وبناء عليه ما في علاقة مع تركيا، وبناء عليه ما في شراكة. حتى بأستانا لما سوريا وافقت على مناطق التهدئة طلع الوزير السفير بشار جعفري وهو برتبة وزير بالتأكيد، وقال إن تركيا بالنسبة لنا قوة احتلال، نقطة على السطر. أما بالنسبة لإيران وروسيا هذا موقف مبدئي، إنه إيران وروسيا تقولان باستمرار الوجود التركي في سوريا غير شرعي، وكل وجوده. حتى الرئيس بوتين قال لأردوغان شخصيا أنه روحوا شرعنوا علاقتكم مع الحكومة السورية، اعملوا تفاهم تحت عنوان التشارك في الحرب على الإرهاب، وكونوا تحت عباءة ومظلة الجيش السوري في سياق تنسيق وتكامل، غير هيك ما بنقدر نسمح لكم أنه تتحدثوا عن شرعية لدور وشرعية لوجود. المراقبين الأتراك الذين يشاركون في وقف التصعيد ومناطق التهدئة شرعيتهم مستمدة من تعاونهم مع روسيا. تتذكروا بالزمان لما الأمريكان عملوا تفاهم مع الروس، الحكومة السورية قالت أنه حدود الشرعية التي تنظر فيها الحكومة السورية للحركة الأمريكية في الجو هي تلك المنسقة مع روسيا، لأن روسيا موقعة موجودة بموجب توقيع معاهدة بينها وبين الدولة السورية. فكل التزام تقيمه الحكومة الروسية من خلال فروع هذه المعاهدة يكتسب شرعية موضعية زمانية ومكانية محدودة بالزمان والمكان بمحل التنسيق. وبالتالي هون حطينا زيح حول موضوع الدور التركي في سوريا. لكن في شيء حقيقي، أن تركيا التي بدأت تستشعر مع فشل الحرب على سوريا أن هناك نزوح أمريكي سعودي إسرائيلي نحو خطة بديلة لإسقاط الدولة في سوريا، هذه الخطة ترتكز على لعبة الأكراد، إدامة الفوضى، إدارة الفوضى، إطالة الحرب على داعش، العبث بوحدة سوريا، منع الحل السياسي في سوريا، كل هول اللي تركيا يمكن توافق على ثلاث ارباعهم، بس مشكلتها معهم انه عمادهم آلة تنفيذهم هي الأكراد. وبموجب إناطة مهمة التنفيذ بالأكراد سيتمكن الأكراد، وقد تمكن، من بناء قدر من الخصوصية العسكرية والأمنية والاقتصادية. سيحصلون على معدات وسيحصلون على أموال وسينظمون أوضاعهم وسيكون لهم برلمانهم وهيئهم عم يعملوه وجيشهم. وبالتالي تعرف تركيا أن هذا مع القائم في كردستان العراق، وما كان بعد محكي بالاستفتاء، تقلق تركيا من أنه في شيء كردي كبير بلش يصير على الحدود، وهذه العدوى ستنتقل لأكراد تركيا كالنار في الهشيم. وأصل التجمع الكردي في المنطقة هو في تركيا، لا بل إن أصل أغلب أكراد سوريا هو من تركيا. وبالتالي يمكن أكراد العراق أقل حساسية بالنسبة لتركيا من زاوية التواصل العائلي والعشائري، أما أكراد سوريا فهم أبناء ذات العائلات والأسر والعشائر. وبالتالي إذا صار في عندهم هالجزيرة المسيطر عليها على الحدود واللي مرفوع عليها العلم واللي معها جيشها ومحمية بالغطاء الأمريكي، التركي يعتبر أنها قاعدة انطلاق لفكفكة وحدة تركيا وتقسيمها واقتطاع جزء منها لإقامة دولة كردية. أما وأن الانفصال يأتي من أكراد العراق فمثل ما بيقولوا كمل النقل بالزعرور، وما لم تظهر تركيا أنها قادرة على تفكيك مشروع إقامة دولة كردية بأي بقعة بالعراق أو بسوريا فهي تفقد مصداقية أن تدعي بأنها قادرة على تفكيك قيام دولة كردية في شرق تركيا. وبشرق تركيا شو بصير بالدولة الكردية؟
ظروفها يمكن تكون أفضل من ظروف كردستان العراق، يعني قدرة محاصرتها عبر الحدود ما نبي ذات القدرة إذا تركت كردستان العراق، بيكون كردستان العراق أول حدودها، هاي وحدة. الحدود الإيرانية يعني بتكون خلص كردستان العراق تكرست، فليش بدها تسكر حدودها مع كردستان تركيا؟ وإذا تركيا ما تعاونت في إنهاء كردستان العراق، ليش إيران بتتعاون بإنهاء كردستان تركيا؟ وإذا كملنا هيك على الحدود بتطلع على حدود أذربيجان، بيطلع يعني ما بيعود في أرضية وأساس لتتمكن تركيا من الإمساك بوضع أكراد تركيا. فرصتها النموذجية، نموذجية أكثر من سوريا هي في العراق، لأنه بسوريا الأمريكاني بعده عم يلعبوا عم بخيطوا عم بيشيلوا عم بحط كرد، لأنه ما في علنية إقليم كردي، وبعد المعركة مع داعش مكملة، وأنه باسم الحرب على الإرهاب وقوات سوريا الديمقراطية هي تتولى حرب الرقة بالخبيصة. مش واضح المشهد السوري مثل المشهد العراقي. المشهد العراقي حتى الأمريكي ما قدر علنا إلا يقول أنه أنا لا، هذا الاستفتاء في غير توقيته المناسب ومدري شو لا بلا لا بلا. الإسرائيلي علنا قال أنه روحوا عملوا مثل ما عمل بن غوريون، فرضوا أمر واقع، وهذا الأمريكي عم يكذب. الأمريكي بده إياكم تعملوا أكيد أيلكم بالسر. وأنا سمعت عدد من قادة كردستان طلعوا قالوا أنه مظبوط سمعنا كلام، بس نحن بالجلسات المغلقة لم يبلغنا أحد تحذيرا، بمعنى أنه الخطوة الأولى على عاتقكم يا أكراد كردستان العراق، عملوها فرضوا أمر واقع. ولا عك الحال مسعود البرزاني قال أنه نحن لو لم نفرض أمرا واقعا فيما مضى لما تعامل العالم معنا، عملنا أمر واقع لحتى تعاملوا معنا، ولا بنعمل أمر واقع. قالوا له شو بتتوقع الموقف الدولي؟ قال لهم يتعامل مع الأمر الواقع، سنثبت أن هذا الأمر الواقع قابل للحياة. فالمعركة هي هاي، أن يثبت أن الأمر الواقع قابل للحياة، أو أن يثبت الآخرون أن الأمر الواقع غير قابل للحياة. كيف بيتم الإثبات؟ هون السؤال أنا بدي وجهه للي عم بيقولوا لا ممنوع الحصار، أنه ما فينا نعامل كردستان مثل ما إسرائيل عملت غزة. شو هالمزحة؟ شو جاب هاي لهاي؟ أول شيء لما عم نحكي عن غزة، لشو الحصار الإسرائيلي لغزة؟ الحصار الإسرائيلي لغزة هو محاولة للقول للشعب الفلسطيني في غزة إن هذه هي نتاج تبنيك لخيار المقاومة، ولا لا؟ هذا هو الحصار لغزة. والحصار لكردستان هو تبني خيار الانفصال والدخول باللعبة الأمريكية الإسرائيلية، هذه هي نتائجه. هذا البرزاني. الفرق إنه قيادة المقاومة في غزة خيارها مطابق لمصالح الشعب الفلسطيني، ولهذا هو يتحمل الحصار، بينما قيادة إقليم كردستان مصالحها عكس مصالح الشعب الكردي، بدها تجوعه لهي تغنى وتسرق المصاري والنفط. ولذلك نتوقع منه أن يثور على هذه الحكومة. شعب فلسطين لو من القضية التي يحاصر من أجلها هي قضية حقه وأرضه ومقاومته، كان وقف بوجه حماس وقال لا أخي ما بدنا كل هالقصة. الرهان الإسرائيلي أن يسقط المقاومة بالحصار، بس سقوط الرهان الإسرائيلي ناتج عن أن المصالح واحدة بين خيار المقاومة الذي تريد إسرائيل إسقاطه وبين الشعب المحاصر. بكردستان لا، المصالح ليست واحدة. شو هو المكسب اللي رح يجي لشعب كردستان من هذه اللعبة؟ استقلال، هو مستقل، برلمان عنده، حكومة عنده، جيش عنده، نرجع من عيدون، انتعاش اقتصادي، وكلهم بدو يخسرون، انه كانت حكومة كردستان لانه معترف فيها الحكومة العراقية وابلنت لها بكل التجاوزات اللي عملتها، ما حدا بالعالم بيعتبر حاله عم يخترق السيادة العراقية اذا اقام علاقة مع حكومة اقليم كردستان. اليوم اللي عامل قنصلية بده يسحبها، وإلا بده يشكل سفارته ببغداد. موضوع مش مزحة. حتى بالنفط كان تركي انه خلي، طيب ما حكومة العراق مش عم تقول ما بعتتنا ولا مكتوب بتقول هذا النفط غير شرعي، وقفوا وإلا منسكر العلاقات. اليوم عم بتقول حكومة بغداد هذا. المطارات، حكومة بغداد متنازلة عن المطارات يديرون البرزاني، تركت له إياهم، وهم وفق النظام الاتحادي للحكومة
لحكومة بغداد، استعمل ورقته البغدادي وقال له لحكومة طهران ولحكومة تركيا اغلقوا الأجواء أمام أي طائرات آتية وذاهبة لأن المطارات مش بإيدنا، وقال له للبرزاني سلمني المطارات. طبعا ما راح يسلموا المطارات، بس هلأ طلب فيهم. أما لو قبل قال له سلمني المطارات، قال له ما بسلمك المطارات، خاطب طهران وخاطب أنقرة وخاطب الدنيا بأنه هاي المطارات غير شرعية وهاي المطارات لا تتحمل مسؤولية حكومة العراق، ممكن فيها تهريب وإرهاب ومافيات. مين بالعالم بيتحمل مسؤولية أنه يعمل معركة مع الحكومة الشرعية في بغداد لأنه منفصل مسعود البرزاني؟ هذا الموضوع منه ببساطة هيك البعض بيفكروا، حتى أمريكا وغير أمريكا لا يجرؤ أحد. خلي تجي طيارة أمريكية تنزل بأربيل والسليمانية، طيارة مدنية، عم بقصد طيارة ركاب. وبالتالي هذا الذي سيخسره شعب كردستان مقابل ما سيكسبه مسعود البرزاني، هون الفرق عن غزة، انه ما يجري هو ضد مصلحة شعب كردستان. الذي يريده شعب كردستان حاصل عليه، الذي يريده شعب غزة مش حاصل عليه. شعب غزة شو طالب؟ طالب حقه بالاستقلال كشعب فلسطيني، يعني حقه بالكهرباء، حقه بالدواء، حقه بالتنقل، حقه بالمطار، حقه بحقه بحقه بحقه، محروم منهم. شعب كردستان حاصل عليهم. عم يجي البرزاني بيقول فوق منهم بده يسرق كركوك، عم ينقل له لا ما فيك تاخذ كركوك ولا فيك تطوي صفحة النفط السابقة التي سرقتها، هو اثنين نتحاسب عليهم، كركوك بترجعها وحساب النفط بتسدده وروح عنده، هو ما حيروح لأن المكاسب اللي حاصل عليها أكبر من صيغة الاتحاد. صيغة الانفصال تعطيه أقل من صيغة الاتحاد إلا إذا نجح بسرقة كركوك، أي بأن يسيطر على كامل نفط كركوك، لأنه بيعرف بصيغة الاتحاد صحيح خلال 12 سنة كان عم يأخذ كل النفط بس بصورة غير شرعية وبدون اتفاق، وهذا الأمر كان بالتغاضي بغض النظر لعدم إثارة مشكل، لكن في يوم ما ستأتي حكومة عراقية وتقول كفى ما عاد فينا نترك لك كل نفط كركوك. هو يتفادى ويستبق هذه اللحظة بأن يضع يده على كامل نفط كركوك بالصلبطة وبالزعرنة وبالبلطجي، وأن يلف الأوراق السابقة للنفط المسروق والمنهوب. بالتالي في الإجراءات الاقتصادية يجب أن يكون هناك حسم وحزم، وأنا بقول لكم سيكون هناك حسم وحزم. لأنه شو المعادلة هي؟ أنا سمعت ابنة جلال الطالباني، آلاء الطالباني، طلعت وحكيت وقالت أنه نحن هذا حق الاستقلال، حق كل الأكراد، هذا كذا كذا. طبعا للأسف مش واضح عندها أنه الاستقلال قائم، لكن قالت أنه نحن أول شيء شو المكسب الآن اللي حناخده من قطيعة مع بغداد، وبأي حق بحق لنا أنه نحن كركوك نتصرف وكأنها تابعة للإقليم، وهي متفق بأنه يجب تسوية ملفها بالتفاوض والحوار. وقالت نخشى أن يكون هذا الاستفتاء قفزة في المجهول، ولا المعلومات اللي اجت من المواقع الاستفتاء بالسليمانية أنه نسبة المقاطعة تفوق نصف المسجلين للتصويت، مقاطعة التصويت، وأنه في ناس علنا عم بيصرحوا بيقولوا ما مع الاستفتاء، ما بدنا نستفتي، وفي ناس عم بيقولوا رح نروح نصوت لا للاستفتاء، وفي ناس عم بيقولوا كان الأفضل تأجيل الاستفتاء. ستبدأ الحركة السياسية في كردستان من اليوم، يوم اثنين ثلاثة بتروح البهرجي وبده يعمل احتفالات وألعاب نارية وخطابات وقصص ومسيرات وسيارات وزمامير وطبل عظيم. ماذا بعد؟ راح تبلش المناقشة السياسية، ماذا كسبنا ماذا خسرنا، ماذا كسبنا ماذا خسرنا. أول شيء راح تروح الحكومة العراقية تبطل إعلان الاستفتاء بمحكمة لاهاي، تبطل السيطرة على كركوك بمحكمة لاهاي، ويصير معها حكمين قانونيين، وراح تروح على مجلس الأمن وتجيب قرارين بالأمرين مبرمين، ولا الأمريكي ولا البريطاني ولا حدا بيقدر يصوت عكس هيك، وبموجبة راح يصير هذا الحق القانوني المكرس يعطيها الصلاحية في أن تتقدم ساعة تشاء عسكريا، لكن مش بالضرورة لا اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر ولا بعد اثنين، لأنه أغلب أكراد كركوك للمناسبة يبدو أنهم من مناصري الاتحاد
الوطني الكردستاني مش من حزب مسعود البرزاني، من حزب الطالباني الذي لا يريد الانفصال ولا يريد الاستفتاء الآن، وبالتالي يمكن كركوك كلها تنتفض على الإقليم بأكرادها وتركمانها وعربها. خلي الأمور تمشي بشكلها الصحيح. طالما النفط توقف، يعني المال وقف والمتاجرة توقفت والنقل توقف والكهرباء في طريق التوقف، أكيد لن يكون طويلا بدء التحرك الداخلي في كردستان. وهون هذا أعظم بكتير من أحد خيارين تانيين، خيار أن يبقى الوهم بأن الانفصال سينتج ما هو أفضل. لا، خلي يختبروا الناس هالكذب اللي عملها مسعود البرزاني وعم يعزمون عليها. أنا وين نختبرها الأكراد؟ هون أنا برجع بقول للي بيقولوا لي ليش ما بتحكي عن الأكراد إلا بلغة ناعمة؟ الأكراد الشعب، مش عم بحكي عن القيادات. بقول لهم طبيعي، لأن هذا شعب بدنا نعيش نحن وياه، وهول إخوتنا، هول جيراننا وإخوتنا وشركائنا في الجغرافيا. أما القيادات العميلة، قيادات عميلة لا بدها طالع ولا بدها نازل. وبالتالي نعم، أنا بقولكم الأكراد بعد أن يختبروا الانفصال أفضل بكتير مما قبل، لأنه قبل اختبار الانفصال كان في من وسلوى وعدهم في بالبرزاني بكرة بنعمل الاستقلال. ما أنت مستقل يا حبيبي، بس الناس معتبر الاستقلال هو شو؟ أنه صرنا جمهورية مستقلة. مش عارفين القصة شو كلفتها. هذه أنه الفرق بين أنه أنت حكومة وبرلمان وجيش وموازنة مستقلة ورابطيتك هالخيط العنكبوت الشلشخون بينك وبين بغداد، وبين تقول أنا الدولة المستقلة، هذا الفرق البسيط. شو كلفته؟ هذا كلفته نفطك واقف، دخلك واقف، سياحتك ماتت، كهربتك وقفت، مطاراتك وقفت، باسبور وفيزا ما فيكش تاخد، سفر وعودة مسافرين لوين بيروحوا كيف بيرجعوا؟ يعني ها، مش قفزة في المجهول، قفزة في الهاوية، أخذ الناس على الكارثة. وهنا نعمل أنه قوى محور المقاومة وتحديدا من خلال الدور الإيراني والدور الروسي نجحت في لعبة شطرنج، عملت نقل 2-3 لحطت التركي في المواجهة. إجا هذا البرزاني عمل النقل تبعه، شرف يا تركي، نحن غضين النظر عنك بهاي وبهاي 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 وبهاي، وهي تمس بوجودك، وهي التهديد إليك، والنفط بيمرق من عندك، والتجارة من عندك، والحسابات المصرفية ببنوكك، وبالتالي الآن عليك أنت أن تتخذ الموقف. طيب هي فات وعم يأخذ الموقف. تركيا في هذا أول شيء خلينا نقول وزن تركيا، أول شيء صادق وجدي، أنا أجزم أنه صادق وجدي، هذا موضوع ما في أمي وبي فيه، هذا مصير، هذا يعني أهم بالنسبة لأردوغان وللحكم التركي وللحكومة وللجيش ولمجلس الأمن القومي. من شو؟ مش من حرب سورية، من مستقبل الإخوان المسلمين. كل مصير تركيا بالميدان كله، ولا تملك تركيا هوامش مناورة. قضية تركيا أن تتراجع كردستان على الانفصال، يعني أن تتغير عبر الانتخابات أو عبر البرلمان حكومة الإقليم، وتأتي حكومة لغير البرزاني يجوبة الطالباني وتقول نحن لا نريد الانفصال، هذا الاستفتاء على رأسنا هو حق يفوض الحكومة، لكن نحن كحكومة لا نريد الانفصال، نريد التفاوض مع بغداد على العودة إلى صيغة الاتحاد. هذا أمر ممكن بست أشهر يصير، هذا بده صبر، وهذا بده حسم، وهذا بده جدية، وأنا أعتقد كلها متوافرة. لكن أنا هلأ بدي ناقش الأبعاد الإقليمية والدولية، الرهان الأمريكي والرهان الإسرائيلي. طيب تعالوا نحكي عن الرهان الأمريكي والرهان الإسرائيلي. أول شيء يا إخوان، في شيء حقيقي، القوة ليست هي ابتكار مناورات. يعني اللي فاشل بالحرب عسكريا واللي ما قدر يفوت عسكريا ليسقط الدولة في سوريا اللي هي كانت لب المشروع الاستراتيجي لأمريكا من الصين لأوروبا، مصير أمريكا كان مربوط، بتقدر تسقط النظام بسوريا ولا لا؟ حجم ومدى وسقف وحدود القوة الأمريكية اختبر هنا وانتهى الأمر. اللي ما قدر يفرض في التفاوض على الملف النووي الإيراني ما يريد، هاي حدود قوته،
ما بيغير من حدود القوة انك تكون قادر تزعبر وتناور، هذا بيشتري لك وقت، هذا بيعمل مثل ما بيقولوا مش تنغيص، لا يتنفس بس ما بيسمم الجسم. لعبة المناورة في كردستان لا تحتاج اكثر من الوزنة التركية، يعني روسيا وايران وسوريا والمقاومة مش بحاجة يحطوا بالميزان مقابيل لعبة انفصال كردستان العراق اكثر من تركيا والموقف القانوني للحكومة العراقية والدعم الاعلامي والسياسي الدولي المطلوب، مش اكثر. اما القوة المركزية المحورية لقوى محور المقاومة التي تخوض حرب النصر في سوريا والتي تحقق الانجاز تلو الانجاز، شو رح تخسر وشو رح تربح؟ اولا رح تربح تقديم الاثبات الحسي الذي يقول ما بقى في دلع مع الاكراد، هيا قدامنا مثال العراق. ثانيا مزيد من الانخراط التركي الادمي، يعني ما عاد في التركي زعبر هلا هون، قضيته الكبيره صارت هونيك، لياخذ الدعم والرضا والمؤازره والشراكه بده يحسن سلوكه بسوريا، يعني بده يقدم وراء اعتماد اكثر، بده يفوت على النصره بالنار، بده الجيش السوري طالع لهم من حمل وهو يجيهم من الشمال، بده يثبت كل الاشياء اللي تعهد فيها انه جاهز لتنفيذها، لانه مناذه وخشبه خلاصه وحبل امانه صار هو في هذا الحلف اللي في ايران وفي روسيا وفي سوريا وفي قوى المقاومه. الناتو هو مصدر التآمر عليه، امريكا هي مصدر التآمر عليه. اليوم اردوغان عم بذكرهم، عم بيقول لهم اسرائيل هي الدولة الوحيدة اللي ايدت دولتكم الكردية المستقلة، هو مش عم بيقول لهم لا يذكرون، هو عم بيقول للاسرائيليين وانا شايفكم انه انتم عم تشتغلوا ضدي وانه انتم قايلين انه هاي حكومة كردستان مقابل حكومة حماس، بنتخلى عن كردستان بيتخلى عن حماس، وكتبوا هذا الكلام الاسرائيليين. وانا برأيي ما حدا يقول لي هذا الكلام مستعجل، القطيعة بين تركيا وإسرائيل ستكون بنتيجة الذي يجري، وتركيا ستجد نفسها مجبرة، مش بخاطر أردوغان ومش بكرم أخلاق منه، الجغرافيا تستبد وتستعبد السياسيين، اللي بيلعب مع الجغرافيا بفك رقبته. الجغرافيا أقوى من أردوغان، والجغرافيا تضع تركيا في قلب المحور الذي فيه روسيا وإيران وسوريا والمقاومة، والأيام الدامنة بيعاند أردوغان بطير بتجيب تركيا غيره أو يستجيب هو فيبقى، لكن تركيا هذا محلها، ما عاد عندها خيار، مشروع الناتو لا يتسع لها. هلا حتربك الناتو هي، إنه الأمريكي هلا رح يلاقي حاله، هذا أردوغان شاطر بالزعبرات، رح يروح على الناتو هلا. كيف عمل يوم سوريا ويوم روسيا وقال لهم أنا مهدد؟ هلا رح يقول لهم الأمن القومي لدولة عضو بالناتو مهدد، بدي دعم الناتو. ما رح يعطوه دعم، بيعطوه دعم مش هذا الموضوع. الموضوع حتى إذا بكرة علقت مواجهة عسكرية تركية كردية، الأمريكي حليفين لإله اللي عم يتقاتلوا لم ينجح بنقل الحرب إلى صفوفنا وإلى ساحتنا وإلى مسرحنا، نحن اللي نجحنا، نحن اللي نجحنا أنه في مشكل كردي مزعج، إيه بس هذا المشكل يقع على ضفة مقابله فيها هو التركي، وبالتالي قوتين استهلكتا من رصيد وقدرات شعوب المنطقة، خلي يصرفوا اللي حطوه اللي جمعوه فلوس وسرقوه ونهبوه من العراق ومن سوريا ومن نفطهم على بعض. بهذا المعنى الأمريكي ما ربحش، الأمريكي انتقلت اللعبة لعنده، يعني حتى انه قاعد هديك اليوم بيقول له لأردوغان انه ترامب بيمجد فيه وصديقي، وهذا طلعوا بعيونه عيون تعلب، عم يحكي بلغة روح شوف شو ناطرك، بدك تتشاطر علي وتتزاكى علي وتعمل لي حالك رايح مع الروس ومع عم تشتري صواريخ S-400، طيب روح دبر راسك مع الأكراد. رح يروح ويدبر راسه مع الأكراد، انت دبر راسك مع الأكراد والأتراك، انت ترامب فرجيني شو بك تعمل. هاي القصة لا فيها النظام الدكتاتوري القاتل المجرم المدري شو الكيماوي وخان شيخون وهذا، ولا فيها إيران الداعمة الإرهاب والنظام الملالي، وتعال هذا أردوغان اللي حبيته ومغروم فيه، وهي كردستان اللي حبيبها ومغروم فيها، حلها لشوف يا أبضاي، حلها. نحن ما بهمنا طالما النفط واقف كركوك بخير، نفطاطة فيها يعدوا فيها هلا البشمركة 6 شهور وسنة، طالما النفط واقف ومش عم يقدر يسرقه مش مستعجلين، بالعكس مزيد من الوقت كي تختمر
الحالة السياسية والشعبية في كردستان العراق وتكون عبرة لأكراد سوريا. هذا إنجاز عظيم، هذا ما له خسائر. أنا في الحلقة الماضية لما قلت أنه هي هي المناورة، أنا ما قلت شو قالت المواجهة، أنا دعوت إلى أن تكون المواجهة عاقلة حكيمة، أن تأخذ في الاعتبار احتواء الوضع الكردي واحتواء الحالة في بورما. بس هذا ما بيعني أنه نحن مذعورين وخيفانين وعاملين ألف حساب ومش شايفين ويا لطيف وصرنا عم نرجف ومدري شو عملوا لنا وضاع الانتصار، مثل ما كاتب لي أحد المحبين طبعا من باب القلق، يعني أنه لا خوفتنا يا أستاذ كأنه راح الانتصار. لا، ما راح الانتصار، أهم من هيك، تسارع الانتصار. أكراد سوريا سيكون أمامهم المثال، الأتراك سيكون أمامهم الحافز والدافع الإجباري الأهم. كل اللعبة كنا عم نقول مشان إسرائيل، يعني الأمريكي حسابه كان إسرائيلي أنه هو كيف بدها تنتصر سوريا ويسقط فيها العلم الكردي اللي مغطي لوجوده وتسقط فيها داعش ويضطر يرحل وتقوم هالدولة السورية القوية اللي معها مقاومة واللي معها حلف مع إيران وروسيا وتقول وين الجولان وحزب الله موجود على حدود الجولان. إسرائيل بمأزق، وإنه بركة تصدير باللعبة الكردية بيخلق مأزق بديل يصرف النظر عن إسرائيل. بالحصيل انصرف النظر عن إسرائيل، هذا بيصرف النظر، هذا ما بيصرف النظر. في الواقع إذا كان من سيتكفل بالملف الكردي عضليا هو التركي، وإذا كانت الإدارة الباقية ستمنح بعضا من جهدها ووقتها وسياستها وإعلامها للملف الكردي، إسرائيل ستبقى هي العنوان. بل أكثر من هيك، أنا بقولكم جزء من حل الملف الكردي هو بمزيد من الحضور في المواجهة مع إسرائيل، لأن هذه المقاومة وهذه سوريا وهذا العراق وهذه الإيران يظهرون حجم التآمر بين قيادة كردستان وإسرائيل كلما كانت حالة المواجهة مع إسرائيل هي الحاضرة. إنه بالوقت اللي سوريا عم تتعافى لتكون جاهزة في وجه إسرائيل، وبالوقت اللي المقاومة عم تنجز مهمتها في سوريا لتستعيد تفرغها لمواجهة إسرائيل، وبالوقت اللي إيران عم تحقق الهدف الذي جاءت من أجله إلى سوريا لترمي بثقلها في مواجهة إسرائيل، في هذا الوقت بالذات يأتي مسعود البرزاني ويحدث الفتنة في المنطقة. لحساب من يا برزاني؟ لحسابك المال فهمنا، ولحساب الأمريكي الإشغال، لأنه الأمريكي عم يشتري وقت، أنه بتقول له مش 5 سنين بتعطيك قصة كردستان، بالكاد تعطيك سنة، بيقول لك سنة خير عار منيح. لا الإسرائيلي، لا الإسرائيلي هو المستفيد الأول. فهي المحاصة الثلاثية، الإسرائيلي مكسبه يعني إيجاد قضية بديلة، أنه داعش اللي كان قوة استنزاف وتتبدد، بركي بتجي كردستان قوة استنزاف وتتمدد. لا، لن تتمدد، سيبددها الأكراد أنفسهم، لأنها ستجوعهم، لأنها ستسقط كل الانتعاش والازدهار الذي ركموه. سوريا بحرب 7 سنين لحتى دمر عمرانها، وما دمر طبعا بعد، لا تزال تقف على قدميها وهي الآن باتجاه العودة للعمران، لكن كردستان رح يدمر عمرانها 7 أيام، لأنه كله قائم على الخدمات. هلأ طفي كهرباء، وقف طيران، وقف النفط والمصاري والرواتب، وسكر الطرق البرية، شو بصير بكردستان؟ تخبز بالعافية. فهي عم نقول صفقة ثلاثية، للبرزاني مصاري، ولأمريكا إشغال، ولإسرائيل بديل استنزافي لمحور المقاومة. رباعية هي، لأن الطرف الرابع فيها هو الشعب الكردي، المجاعة والكارثة. وهون قيمة أن الضغط السياسي والاقتصادي هو الآلة الأساسية التي ستبين في عيون الشعب الكردي كذبة الدعوة التي أطلقها البرزاني، أنه رح يكتشفوا أنه نحن يا عمي منفصلين وخالصين، ونحن مستقلين وخالصين، نحن مثل بريطانيا دولة مستقلة ومنفصلة، لكن عندها رابط مع الاتحاد الأوروبي، أنها عضو في صيغة اتحادية، هالصيغة الاتحادية فيها شنغن، وهي مزبوط بين العراق وكردستان في شنغن، أنه إذا ماخذ الفيزا على بغداد فيك تروح على أربيل، بس أربيل كانت تعطي فيز للي ما بيعرف، وأنه
بتحكي بالتليفون بين الشبكات الأوروبية وهون بتحكي بالتليفون، وانه بتستعمل العملة الوحدة اللي كانت عملة بغداد. بدني خبروني هلأ بأربيل شو راح يستعملوا، اي عملة، دولار ولا شيكل؟ واقع الحال الذي فعله مسعود البرزاني لم ينتبه له الأكراد كفاية، الآن ستكون فرصة الانتباه، وبانتباههم سينتبه أكراد سوريا إلى ما يدعونه إليه، ما يدعونهم إليه أمثال البرزاني. يعني رح تبطل اللعبة تحت الطاولة وأخذ الشعوب بمقلب، رح تتوضح بعيون الشعوب لتقدر تحاسب قياداتها كاش على الطاولة. وبالتالي المثل أو الكلام الذي يقول يعني الآية أو الحديث رب ضارة نافعة، هاي رب ضارة نافعة، أو الآية عسى أن تكرهوا شيئا ولعله خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ولعله خير لكم، إنه هاد دملي خلاص أنا الأوان يا أخي خلي تفقي. فالقنا بده يعمل استقلال، هو عامل الاستقلال كذاب. طيب خلي الشعب الكردي يقول له كذاب. لذلك أنا أحبائي وأعزائي، للذين تأثروا بالكلام الذي جسم الخطر وكشف أبعاد المخطط وأضاء على المشهد بما ينطوي عليه من نوايا، فهموا أن هذا قدر وأن هذا نازل علينا ولا مرد له، لهؤلاء أقول لا لا، هذا ليس قدرا، هذا هو المخطط الذي أردت أن أبينه وأن أوضحه وأن أكشف عنه وأن أمنحكم فرصة التفكير به خلال الأيام التي تفصل بين حلقة وحلقة، ليكون حل موعد الاستفتاء وبان التمسك والعناد بالذهاب إليه رغم كل المخاطر، عندها صار مشروعا لنا وهو الآن مشروع، أن نقول الأمور بكامل عريها، أن نقول للقيادة الكردية، لقيادة مسعود البرزاني، لا يخيفنا ولا يقلقنا على الإطلاق، مش لم نصب بالذعر والهلع والرعب، لا لا يخيفنا ولا يقلقنا، فشختك الأد وهي الفشخة محسوبة سلف ومقروءة منذ سنوات، أنه في توقيت ما عندما تنفذ الأوراق التي يراهن الأمريكا على استخدامها قد يلجأ إلى اللعب بعقل مسعود البرزاني والذهاب به إلى الانفصال. ليه؟ لأنه كان السؤال دائما يا أخي لأيمتى هذا نايم، وكانت الحكومة العراقية ضمن تفاهم أنه يا أخي لا تحرجوا، لا تضغطوا، لا تعطوا الذريعة، لا تعطوا المبرر، لا طلبوا بمال ولا طلبوا بمطارات ولا طلبوا يدفعوا رواتب ضلوا هني يدفعوا عنه، ولا طلبوا بالجامعات ولا بالمعابر البرية ولا بنشر الجيش بمناطق الإقليم وهو حق الجيش الأمريكي، في ولاية من ولايات أمريكا ما بفوت عليها الجيش الأمريكي بده إذن من الولاية. وبالتالي صار مبين أنه هذا أرض المصريات والميتين مليار نايم عليهم، ومش عم بحاسب حكومة بغداد ولا بده يحاسبها، ومش عم بيقدم كشف حساب قدام برلمان كردستان ولا بده يقدم، طريقه الوحيد للهروب وطي الملف انه انفصال، صار بدستور جديد وبرلمان جديد بكردستان ما بحق له يطالب بالقبل، ومع الحكومة العراقية نحن خي عملنا استفتاء وبدنا ننفصل، تعالوا نتفاوض على تفاصيل الانفصال، ما بتكون ما فينا نفاوض عشي، بيكون نفد بالمصريات وباسم الاستفتاء بلم كركوك اللي فيها النفط وبيحط ايده على كامل نفطها. هذا كان محسوبا، هذا ما بيقدر يعمله بدون غمزة امريكية وبدون تشجيع اسرائيلي. متى تأتي الغمزة والتشجيع؟ عندما يستنفذ الأمريكي والإسرائيلي رهاناتهما على الحرب في سوريا. لذلك أول إشارة بإلنا إياها الاستفتاء هي أننا نقترب من الانتصار في سوريا، لأنه بالأصل نحن عاملين حسابه أنه هو يأتي في هذه اللحظة، فهو بس يجي هو إشارة من إشارات الناصر. ثاني شغلة بإلنا إياها أنه الأمريكي من ضيق ذات اليد، من ضيق ذات اليد يسرج على هذا الحصان الأعرج، كما نستعمل كلمة تانية، من ضيق ذات اليد وهو يعلم أنه عاجز عن حمايته، وهو يعلم أنه ينقل المعركة إلى بيته بعد التركي بالناتو، والمعركة التركية الكردية هي اشتعال النار في البيت الأمريكي خارج قوى محور المقاومة. وبالتالي بدي أقول لا، نحن واثقون
متفائلون غير قلقين، ما يجري وفق الحسابات مرئي، ما تدلع التركي ونعطى فرص عبث، ولا انترك البرزاني عبث، ولا حميت الحكومة العراقية في بغداد بموقفها عبث. كل هذا ولا على كل حال خلي الغرب ياخذ موقف ليك، هني والخليج اللي مشجعين بالسر. هلأ قديش ببينوا عم يلعبوا تحت الطاولة مع كردستان رح يخسروا بغداد، لأنه بغداد مثل تركيا بهالموضوع وأكثر، هل شقفة من الوطن. مين ببغداد بيقدر يحمل أنه الأمريكي يقول والله الأمر يستدعي نظرا؟ مين بيقدر يبرر علاقة بالأمريكي؟ مين بيقدر يحمل موقف سعودي يقول أنه نحن على الحياد بين بغداد وأربيل؟ بحلولة لا 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 السعودية، السنة قبل الشيعة. بعدين فاتني لكم، مش ملاحظين حجم اللحمة السنية الشيعية في العراق من وراء الانفصال الكردي؟ هذا إجا مثل ما بيقولوا هبة إلهية، نحن خايفين من فتنة كردية عربية ولا من فتنة سنية شيعية؟ على قليل بين الأكراد والعرب التداخل محدود بالجغرافيا، يعني مناطق المشتركة محدودة في كركوك، وبكركوك من حسن الحظ أنه الأغلبية الكردية ليست مع البرزاني وليست مع الانفصال، ما في خطر. الخطر هو من الفتنة السنية الشيعية، السنة والشيعة هلأ بخندق واحد بالعراق. لهالسبب عمول مشرب ضارة نافعة، عسى أن تكرهوا شيئا ولعله خير لكم. أحبائي وأعزائي، نصل هنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. 60 دقيقة مع ناصر قنديل.